السلام عليكم، كيف عاملين؟ تنتمنى كاملين تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وشكرا لكم، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على البرتاج ديالكم لفيديو ديالي. ندخلوا في صلب الموضوع، كيف ما تنقول ديما، ما تنبغيش نطول عليكم. انا كل مرة كيف قلت لكم غندير لكم سلسلة على ليزيكرون. ديجا درت ديزيكرون وحدين اخرين، اليوم غنتكلم لكم على اوسيغان اكرون. البنات غنتكلم لكم على اوسيغان اكرون، وسمحوا لي بزاف لانني ما عنديش الوقت كيفاش ندير نصور لكم في الفارماسي. تنحاول انني نصور الفيديو من بعد تركب عليه الصوت ديالي باش هكذا نجاوب على الاسئله ديالكم. وفي الفارماسي ما عنديش الوقت، ان شاء الله من يكون عندي الوقت غدا نحاول انني ندير لكم فيديوهات جدادين ان شاء الله في الفارماسي. كيف قلت لكم اليوم غنتكلم لكم على اوسيغان بحكم بعض الاخوات بزاف اللي تعانيو المشكل ديال اللي عنده مشكل ديال بشره دهنيه، ما تعرفش ياخذ ليكرون، ولا الناس اللي عندهم مشكل الحبوب ما تعرفوش ياخذوا ليكرون اللي تجي معاهم. البنات هاد اوسيغان اكرون غندخل لكم انا نيشان في الموضوع وغنشرح لكم. اوسيغان اكرون راه فيها ثلاثه ديال الانواع، فيها وحده ديال البشره اللي حساسه، وفيها ديال ليطاش، وفيها ديال البشره الدهنيه. هادي البنات اللي دابا انا مصوره لكم هادي اوسيغان اويل كونترول، هذه ديال البشره اللي تتكون دهنيه، والبشره اللي تتكون مختلطه، والبشره اللي تتكون فيها الحبوب. الناس اللي معرضين للحبوب، كاينين بعض البشرات اللي تتكون في الصيف تتفرز ليها دهون كتر، تتولي مدسمه ليها كتر، تيولي عندها مشكل ديال الحبوب. كاينين بعض النساء عاوتاني اللي تيكثروا من الدهنيات، تيولي عندهم هذاك المشكل في فصل ديال الصيف. هذه البنات خاصة للناس اللي عندهم مشكل ديال البشرة، تتكون عندهم دسمة بزاف، تتفرز لهم الدهون بزاف. البنيتات الصغار اللي تيكون وجه ديالهم معرض لحب الشباب، أو النساء اللي تيكونوا عندهم مشكل ديال حب الشباب، والبشرة المختلطة. هادشي علاش تنقول لكم انا فيما تبغيو تمشيو تشريو شي اكرون، دابا تيجيو تيقول لك بغينا اكرون اوسيغان. من تنقول لهم انا اين اكرون، اين وحده في لي زيكرون اللي بغيتو، ما تيكونوش عارفين. البنات خاصكم اول حاجه تعرفوا البشره ديالكم، راه ماشي وحده، ديما هاد الهضره تنقولها، ماشي وحده خدات اكرون جات معاها راه غتجي معاك انتيا، راه مستحيل هادشي. وحده بشرتها يمكن دهنيه ولكن هي ما عرفهاش، تقدر تكون مثلا بشرتها هي ناشفه، بشرتها دهنيه وحساسه، بشرتك ماشي بحالها، يعني راه ما غاديش تجي معاك. خذوا ليكرون اللي تجي لكم مع الوجه ديالكم، ديروا واحد التيست وعرفوا هذيك البشره ديالكم اين نوع، ومن بعد عاد سيروا خذوا ليكرون ديالكم، عاد سيروا خذوا ايكرون اللي تجي لكم مع البشره ديالكم. البنات هاد اوسيغان زوينه بزاف، تكستور ديالها تتشربها البشره، يعني البشره ديالنا تابسوربا فيها، يعني تتشربها لينا البشره ديالنا، ما تتبانش، ماشي هذيك لاكرون اللي تديروها وتتبقى الوجه ديالكم تيبان مدسام، ولا الوجه ديالكم تيبان بحال راك دايره واحد مجير كيف ما تنقولوا، تيبان واحد الطبقه بيضاء. لا البنات هذه تشوش سك، يعني تديرها الفيزاج ديالك بحال ما دايره حتى شي حاجه، بحال ما دايره حتى شي حاجه، ما تيبقاش هذاك اللمعان في البشره، ما تتبقاش تبان لكم راه بحال مزيته لكم البشره. هذاك الشيء علاش هي خاصه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال البشره اللي دهنيه، والبشره اللي معرضه للحبوب. البنات ما تتسدش المسام من لي زيكرون لي زوينين بزاف، ما تيسدوش لينا المسام. هذاك الشيء علاش ما تتنوضش لينا الحبوب. الناس اللي تيكون عندهم هذاك التخوف من ليكرون اللي تيديروا اكرون، تتنوض لهم الحبوب، تتنوض لك الحبوب لانك ما عارفاش نوع البشره ديالك، وتتمشي تاخذي اكرون ما تجيش لك مع البشره ديالك. انتو شوفوا البنات هي مكتوبه فيها تشوسك، يعني كي غنقولوا تبين الوجه ديالكم ناشف، تديريها بحال راك ما دايره حتى شي حاجه. اللون ديالها البنات راه واخا ابيض، ولكن انت تشربها لينا البشره ديالنا، تتمشي كتنقولوا تدوب في البشره ديالنا. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم انها راها سبراي، يعني يمكن لك تحدي في الكونتيتي وفي الكميه اللي غادا تاخدي باش ديريها تابليكيها في الوجه ديالك. كيف ما تتشوفوا معايا اس بي اف 50، يعني 50 بلس، يعني حمايه ممتازه ضد الاي في او الاي في بي.
حاجة واحدة أخرى البنات اللي بغيت نقول لكم، راه إلا خديتي واحد ليكرون غتجي لك مع البشرة ديالك، كونوا أكيدين أنها ما غاداش تضرك. يعني خاصك تعرفي نوع البشرة ديالك باش تاخدي ايكرون اللي تجي لك مع البشرة ديالك. البنات كاينين بعض البنيتات اللي باقين صغار وتجي تقول لي اعطيني ايكرون اللي تحيد ليا لاطاش ولا ايكرون. البنات خذوا ليكرون على حساب لاج ديالكم، خذوا ليكرون على حساب الحاجه ديالكم. ماشي تشوفوا واحد ليكرون دارت واحد الضجه راه غتجي معاكم، ماشي تشوفوا واحد ليكرون ديال لاطاش راه غادي تجي معاكم. بنيتات 16 17 عام باقين في سن المراهقه، خذوا ايكرون عاديه تكون اس بي اف 50 على حسب نوع البشره ديالك، واش مدهنيه واش ناشفه واش مختلطه. الناس او كذلك اللي متقدمين في العمر بطبيعه الحال تتولي هذاك المشكل ديال التصبغات، تيولي مشكل ديال لي غيد، تيولي مشكل ديال النمش، هذوك النقطات اللي تينوضوا لينا. يعني نحاولوا اننا ناخذوا ايكرون اللي تكون فيها اونتي اج ولا تكون فيها ضد البقع ولا هكا، يعني ناخذوا ليكرون على حسب الحاجه ديالنا. ماشي انا ما فياش لاطاش نوض ناخذ ايكرون ديال لاطاش، ناخذ غير ايكرون اللي تجي ليا مع البشره ديالي واللي ما ديرش ليا حساسيه وما ديرش ليا الحبوب وصافي. يعني حاولوا هكا البنات تكون عندكم هكا تختاروا ليكرون ديالكم. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم بان هاد اوسيغا خاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه، الناس اللي تيكون عندهم مشكل من تيديروا شي اكرون ولا تيديروا شي كريم العينين ديالهم تيبقاو يدمعوا تيحرقوهم. هذه البنات ما فيهاش الريحه، سون بارفان سون بارفان سون بارابيل. يعني الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الحساسيه ديال لي زيكرون او الريحه ديالها راه ما غتلقاوش في 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 اوسيغا هذه ولا في كاع في ثلاثه ديال لي زيكرون ديال اوسيغا ما غتلقاوش فيهم هذا المشكل، لان ما فيهمش البارفان سون بارفان البنات. حيت شحال من وحده لقيتها البارح مصيفطه لي ميساج تتقول لي بغيت ايكرون ما تكونش فيها بارفان، انت راه مكتوبه فيها سون بارفان. يعني ما تخافوش منها، خاصه انا نعاود ناكد لكم ما تشوفونيش انني تنشكرها، يعني راه اي شخص يمكن ليه يديرها. الناس اللي عندهم الحبوب، الناس اللي بشرتهم مختلطه، والناس اللي بشرتهم دهنيه، هما اللي ياخذوا هذه فقط اللي مكتوبه فيها اوي كونترول. اما راه كاينه الاخرى ديال ضد البقع بوحديتها، وكاينه وحده اخرى ديال البشره اللي حساسه بوحديتها. صافي البنات، يعني تنتمنى نكون انني شرحت لكم مزيان، نكون ميزت لكم شويه الفرق. اللي بشرتها دهنيه وبشرتها مختلطه غير خذوها لانها فريمون زوينه وحمايتها اللي مزيانه، وما تتبقاش مجيره لكم في الوجه ديالكم، ما تتبقاش باينه، ما تتبقاش هذاك الزيت باين فيها، تديريها بحال راك ما دايره حتى شي حاجه. وهكا انا تتعجبني ايكرون، تتعجبني ايكرون ديريها تبان الوجه ديالك على الطبيعه ديالو. بنات الى فيديو قادم ان شاء الله، ونحاول ندير لكم فيديوهات في فارماسي، زائد غنحاول كل مره نحط لكم ايكرون اللي 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 تقدر تجي معاكم والانواع ديال البشره. اليوم حطيت ان شاء الله على البشره المختلطه والدهنيه، وديجا حطيت لكم على البشره الناشفه، وان شاء الله باذن الله نحط لكم دي زيكرون وحدين اخرين على جميع انواع البشره.